أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي عمته مساء. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله والساعة المباركة. اليوم راح نتكلم عن مجلة الرياضي 8 مايو 1975، وعلى طبعا تزين هذه المجلة على الغلاف صورة سيدة نجاة عبد الله السبتي، وفي موضوع يقول ماذا بعد استقالة الشيخ فهد الأحمد. أي سنة هذه؟ 75 8 مايو 8/5. نروح طبعا أول شيء نشوف سيدة نجاة عبد الله السبتي، نجمة نادي الفحيحين ورئيسة فريق الكرة الطائرة وعضو المنتخب الأهلي، تمتاز بمهارات فنية عالية، وكان لها الفضل أن يحتل فريق ناديها المركز الثاني بالدوري، كما كانت لها فعالياتها في المنتخب أمام الفرق الزائرة. وتعتبر سيدة نجاة سبتي أحد دعاماته التي يرتكز عليها، يعني دعامات منتخب والفريق، محبوبة من زميلاتها ومدربيها، فهي تتمتع بروح رياضية عالية، كما أنها تنتمي لعائلة رياضية تساهم بجهودها بنادي الفحيحين. من اللاعبات التي ينتظرنا مستقبل باهر في اللعبة، ويكفيها فخرا أنها إحدى لاعبات أول منتخب نسائي كويتي سوف يذكرهن التاريخ الرياضي. صحيح. هذه نجاة عبد الله السبتي. روح طبعا الآن في المرمى بقلم قاسم نايل. الاستقالة التي قدمها الشيخ فهد الأحمد من رئاسة لجنة الأولمبية ووزارة معلقة أوضحت هذه الاستقالة مدى التخبط الذي يسير فيه بعض الإداريين دون مراعاة لوصول القرارات التي تتخذ واحترامها. إنما كشفه الشيخ فهد في هذه الاستقالة يؤكد ما طالبنا فيه في العدد الماضي بضرورة افساح المجال أمام المثقف الرياضي، وأن العمل إما أن يكون على مستوى المسؤولية أو لا يكون، أن أسلوب شيلني وشيلك لا يقدم بقدر ما يؤخر في الظرف الحالي. الحل حتى لا تتكرر أخطاء بعض أعضاء اللجنة الأولمبية في اتحادات أخرى، أرى أنه لابد من تقييم الوضع الرياضي الحالي والعاملين فيه إلى 3 مراحل تكلم عنه. طبعا الشهيد فهد الأحمد هامة من هامات الرياضة عندنا بالكويت، وهو اللي عمل نقلة نوعية بالرياضة عندنا سواء في المجال الإداري أو في مجال اللعبات. يعني لما هو رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وعضو باللجنة الأولمبية الدولية ورئيس المجلس الأولمبي الأسيوي ورئيس اتحاد الأسيوي لكرة اليد ورئيس اتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس نادي القادسية من قبل، حقق النتائج ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا سنة 89 قبل استشهاده بسنة يمكن أو بشهر، يعني وقتها كاريزما شخصية لها حضورها الطاغي في أي مكان تحضر فيه. رحمة الله عليك أبو أحمد. يعني الرياضة في وقتك كانت يعني فوق يعني فوق الهامات على قولتهم، يعني وصلنا أعلى مراحل سواء على مستوى الرياضي في كرة القدم أو بالمجال بالرياضات الأخرى. نجوم الملاعب علي عباس طبعا يعني قالوا عنه حارس مرمى النادي العربي، نجم من نجوم كرة اليد العظام، حارس مرمى النادي العربي لكرة اليد. صحيح. يقول هو حارس مرمى المنتخب الأهلي رقم 1. صحيح. منتخب الكويت. صحيح. وأفضلهم يمتاز بدفاع قوي، كما أنه أحد الحراس اللي يعتبرون في الوقت نفسه من المهاجمين الأكفاء، تمريراته لزملائه فاست بريك في الهجمات الخاطفة تشكل خطورة فعلية على مرمى الفريق المنافس. صحيح. طبعا الكابتن علي عباس نجم من نجوم كرة اليد عندنا، حارس مرمى النادي العربي والمنتخب الوطني، وكان كابتن منتخب الكويت لما فزنا هني سنة 79 في دورة كأس فلسطين على مدرسة الصديق، وأيضا نجم مميز تجه لمجال التحكيم فيما بعد، الكويت ولاده في حراسة المرمى، الكل يذكر يعني ويعرف عبد الرزاق البلوشي ورزيق وعبد الرضا البلوشي أيضا، ويذكر أيضا الفضلي أيضا من حراس المرمى الجيدين. وهو شكل ثنائي خطر بالمنتخب مع الرندي ومع حسن مساعد ومع حسن جابر في النادي العربي. صحيح. الكابتن حسن جابر والكابتن أيضا أبو مبارك مساعد الرندي من النجوم مميزين. بس رأيك نطلع فاصل فضل. ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وحنا كنا نتكلم في البارت الأول مع مجلة الرياضي 75. نعم طبعا الاسم علي عباس عبد الحسين، حارس مرمى منتخب الكويت لكرة اليد والنادي العربي، يعمل عمره 22 سنة عام 75 بشهر مايو 75، عمره 22 سنة، يعمل موظفين بوزارة البريد، متزوج وله ولد يدعى حسين. أبو حسين طبعا بدأ حياته الرياضية بمدرسة ابن سينا ثم مدرسة علي بن أبي طالب كلاعب وليس كحارس مرمى، وفي المدرسة المتوسطة اكتشف المدرب حسين مكي فالحقه بنادي العربي، وهو حسين مكي طبعا المعلق المعروف. نعم. والرياضي المعروف العرباوي، يعني أساسا تبوء نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكويت كرة اليد أعتقد. نعم، وهو طبعا حسين مكي صقل مهاراته، مهارات علي عباس مدرب صحيح. نعم كحارس مرمى حتى أصبح الآن حارس رقم واحد. أول مباراة مثل فيها النادي العربي فهد تحت 20 سنة ضد نادي الكويت، وفاز نادي العربي بفارق 5 أهداف، كان عام 1967. أما أول مباراة طبعا لعبها يعني خارج الكويت يمكن كان ضد فريق منتخب المدارس الذي مثلنا في تونس، وتعادلنا يومها 12-12. مدرب صاحب الفضل عليه مثل ما قلنا حسين مكي. أفضل مبارياته يقول عدة مباريات، أولها عام 69 كانت ضد نادي كاظمة في نهائي الكأس، فزنا عليهم فارق 4 أهداف، ويقول هاي المباراة هي سبب شهرتي. ثم بعد ذلك مباراة طبعا مباراتنا مع منتخب رومانيا في رومانيا في جولتنا بأوروبا، وكانت آخر المطاف في هذه الرحلة وخسرناها 26-24. أسوأ مباراة طبعا مباراتنا مع كاظمة في موسم 73-73 وخسرنا فيها الكأس بفارق 3 أهداف. هذا طبعا صورة لعلي عباس نجم طبعا صحيح هو ناط هو طبعا من المميزين يعني حراس المرمى ما يطبون. نعم. يعني اي نعم مو نفس حراس المرمى الغد على الواقف على الواقف على الواقف يعني ايوه. علي عباس كان يطب. وهذه صورة ثانية مع منتخب الكويت صحيح لكرة اليد. طبعا منتخب الكويت هذا جيل الرواد، هذه صورة نادرة ابو فهد. نعم هذا جيل الرواد، هذا يعتبر جيل الرواد منتخب الكويت، جاسم القصار، جاسم ذياب، مساعد الرندي، حسن جابر، علي عباس، هذا اللي يعني الرواد بالنسبة للمنتخب. بعدين يأتي جيل الذهبي، أنا أسميه الجيل الذهبي اللي هو الجيل اللي حقق إنجازات، اللي ابتدى من موسم 82-83 مع زوران و84 إلى غاية ما حرزنا كأس آسيا سنة 95 مع المدرب الروسي أيضا أناتولي أعتقد اسمه، حرزنا بطولة آسيا وطبعا غير وصول كأس العالم 95. لا أنا أقصد ما حقق أول مرة نحققها هذه. إيه هذه أول مرة من قبل يعني ما حققها. في السبعينيات والستينيات ما حققها. لا يعني الرابع الخامس بال77 بطولة قيمة في الكويت أعتقد حرزنا المركز الرابع الثالث الرابع، هذا حدنا قبل. نعم. يعني لكن لما دش يعني الجيل اللي هو الجيل إسماعيل عبد القدوس، عبد الخالق عبد القدوس، أيضا عبد الله جاسم، رائد الزعابي، صالح المهنة، صلاح أنس، خالد سلطان، يعني مجموعة من اللاعبين، خاف أنس، عبد الرزاق، عبد الرضا بلوشي، نجوم كانوا مميزين في كرة نعم. اليد، ويمكن أنسى أحد بعد. نعم وعلي مراد، عبد الهادي مراد. فقرة تجوري بكل الحين تجوري أبو هاسي. تجوري صورة جميلة لبيليه، يمكن هاي بالخمسينيات. هذا بيليه طيبا أيقونة كرة القدم، ملك الرياضة سواء بكرة القدم سواء بخارج الملعب. نعم. كل يعرف سلوكيات بيليه، يعني منضبط لأبعد الحدود، يعطيك انطباع أنه نجم خارج وداخل الملعب، نجم جيله، يعني الناس ما تصير مقارنة من جيل لجيل، يعني ما قارن بوشكش بميسي ولا أقارن مثلا بيليه في مارادونا وميسي، ما لعبوا مع بعض، الظروف تختلف، النظام التحكيمي، طرق اللعب تختلف، فنسميه بجيله بيليه يعتبر الملك. مع الصورة الجميلة لملك الكرة ملك الكرة العالمية بيليه، نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.